بسم الله. لو احنا عندنا الموديل معمول للبايبنج وعايز ابدا اعمل فابريكيشن، ممكن بكل بساطه ان انا اعمل سيلكت على اي جزء، تمام، وادوس بعد كتاب بحيث يعمل سيلكت على كله، تمام، وبعد كده هقول له ديزاين تو فابريكيشن، بيقول لي انا عايز اعمل لود ماتشنج فابريكيشن سيرفيس. ماشي اهو، ابدا. هو هنا مفيش حاجه خاصه بالبايب، فهقول له ريلود وابدا اختار حاجه خاصه بالبايب زي مثلا ديت اهو. اوكي، تمام. هبدأ اقول له بعد كده ديزاين تو فابريكيشن، اقول له مثلا عايز البايبنج ديت، واقول له اوكي. فبيقول لي المقاس ده مش موجود في الفابريكيشن سيرفيس ديت، تمام. طيب خلينا نشوف مقاس تاني او حاجة تانية. ديزاين تو فابريكيشن، هقول له مثلا ديت. فهو حولها لي الفابريكيشن زي ما انت شايف.